بتحكوا؟ نحكي. ما حدا عم يحكي، ليه ما عم تحكي؟ شايفكي مش عاجبك الجو فسكت؟ هرد عليك يعني؟ انه ايه ما عجبني، بعدين الفوتوي ما ساعدنا نحن ثلاثة، ليه ما بتقعدي حدا؟ يعني دي ما بتساع ثلاثة؟ نو. قديش بتساع بقى؟ يعني بقعد انا وياه عادي، انت منيك؟ انتي وياه وبقعد انا هناك. انا شفنا. شو اسمك انت؟ نعم. شو اسمك؟ يعني اسمك ايه؟ اسمي سلام، هلا اقول عمر. سليم؟ شو؟ عمر. لك اسمين ليش؟ آه. قلي انا بنقي لك اي واحد احلى. لا هي منقي اسمها عمر صح؟ شو؟ هي عمر؟ هي اسمها عمر؟ انا اسمها عمر. انا بتعرفي بيلبق لك اسم عمر؟ ايه؟ بيلبق لك اسم عمر؟ ايه؟ يسلم حبيبتي من ذوقك. هلا انتو هيك نفس الستايل، نفس التايب كل الرجال؟ يعني بمصر كلكم هيك نفس التايب؟ عندكم سمارة في هيك جاذبية جاذبية؟ شو؟ هي بدك مخليك أكثر مني صح؟ خليجي؟ أو مون ديو، عم بحكي عربي لبناني. لبنان؟ معقول فهمت خليجي؟ هلا أنا شكلي خليجي؟ سوري مدامتك شكلها خليجي. عرفتي شي؟ بس إنه أنا كلبنانية يعني بتعرفي هيك بروتكسيون قصص، باخذ بنتبه لحالي منيح. إيه بس انه انا غير كمان كل اللبنانيات ما في مثلي. بس انت غير المصريات كمان شوي، يعني ما بعرف شكلك ما عاطي كثير مصري. ايه انا مو مصريه. لا المصريات حلوين وسكس بصراحه ما كثير حلوه. عشان هيك انت جايه لهون. عادي ما انت جايه لتحلي حالك. مثل ما انت جاي تعملي هون. نو انا جاي انفيتاسيون تعملهم اعلان. انا بدي اعمل هون؟ مش مجنونه انت؟ اكيد لا. هي اسمها عمر وانت؟ هي سميتنا عمر. ليه سميتك عمر؟ هي بالبق لعمر، جاي على عمر هيك قويه. لا انه ما في هيك فامينين شوي انوثه. يعني بالي اسمي ايه بقى؟ انه لازم يكون عندها شوي انوثه، يعني ما بتسوى هيك. بعدين تقولي بوف بوف عيب. نحن قاعدين عالم بتفوتي بتقولي بونجور، بتستأذني إذا فيك تعطي حدي، ما هيك دغري؟ لا عيب. بس جوزك مهدوم، منيح لقعدتي حدي لأنه في أودار بالأوضة. ما بحب سوري يعني سيانتيفيك ما بيسوى بنات كتير يقعدوا حد بعض. يا الله ستيلك شو حلو، ما شعراتك وين عاملها؟ تركيب. لا فرجينا ما لهم تركيب. مبسوطة كتير هي. حلوين شعراتك. إيدك حدك حبيبتي. هلا انت عن جد مجوز شي؟ انا متجوزه. اه متجوزه؟ متجوز عمر؟ ما هو متجوز عمر؟ بدك تتجوز ثاني مرة؟ انا بتعرف شو؟ عبالي اتجوز حدا مصري بس تكون هيك. ما مدرجة ما بتحبك على فكرة. ما قادرة نو ما شكلك بتحبي؟ ايه مو بحبه. طب قادرة ان شاء الله رح نتطلق بسببك اليوم. يا رب يا رب ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. انت رح تطلق؟ اقسم بالله مراتي. حاطيني بشرفك، مش مراتك؟ مراتي. اه طب ليه تجوزتها؟ نصيبه، حظه الاسود، نفس حظ الاسود اللي جابني انا. اكزاكتلي حظه اسود، حظك اسود. تعال نعمل حظك احمر، شو رايك؟ تعال نعمل حظك احمر. اصفر. ايه شو اصفر؟ جبتي حلو مش عم تضحك. ماما وين؟ تفضل. شو بدي اتركهم؟ باخذوا معي؟ هتتفضل؟ ربنا يخليك، ربنا يكرمك. مالي قاعدة على الفيسبوك؟ او هلا قلت تبعت لي رقمك. مدام شو؟ هي جوه ولا ايه؟ خلي تفضل وهي موجودة؟ لا ما تقلقيش. هو مشي. هو؟ يلا سلام. اوعي توديها له حاجة تضحكوا فيها. يعني يلا وفرحة ولا ايه؟ كثير. عظيم انك لك شعر. قولي تعالي. ابعد.
ده في ايه؟ في ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده في ايه؟ ايه ده احنا داخلين مستشفى محترمه ولا داخلين ايه بالظبط؟ ايه ده؟ ايه ده في ايه؟ في ايه؟ ايه ده؟ في ايه ولا؟ اه بس اسالك سؤال واحد، احنا داخلين مستشفى محترمه، انا جوزي تخرج عندي كده؟ جوزي انت كنت فين؟ ايه في مدام كانت قاعده لبنانيه ولا ايه مدام؟ لا بس ثانيه واحده بس، لبنانيه وفي الاخر الانسه دي بعد قالت له حضرتك في غلط في الداتا تعالى، دخل وطلع لي وشه مليان روش. انا مش عارفه ايه ده. لا وبعدين اصلا يعني انت يعني انت ازاي عملت فيك؟ مين اللي عمل فيك كده؟ مش عارف انا ايه ازاي ده. هو انت مش انت شقلشه؟ اه هو شقلشه. اه ده انت مشهور بقى في الحاجات دي حبيبتي. حبيبتي ده كان لازم التاتو هنا اتش وخليه رسام اس وإيه وبعد كده قال لي انا احط حرف اسمك. ده حورتاجي اصلا. واحده بتسلم عليا بتبوسني. هي اصلا اكيد هي اللي جايباه البنت دي. انت جاي معاها؟ هو جاي معاها؟ انت جاي مع بنت؟ بنت كويسه مره مش جايه تاني جلسه تعملها عندي او تالت جلسه. لبنانيه. ايوه يبقى انت ايه توت اصلا بيجي من ورا الاشكال ازاي؟ انا افتكرتك خطيبته ولا اخته. يعني كده كلهم اللي قاعدين اللي احسن منك دول ومراته قاعده جنبه ما تستاهلش وبيقول لك مش عارف مالها واحد يتريق عليها وانت تطلع خمس دقايق تعمل كده؟ مش فيها طيب. حرام عليك. تعالي تعالي تعالي. ليه؟ ايه؟ عملت فيك ايه؟ اسمك ايه؟ مش ده كله يعني. استني بس. ليه يعني ليه؟ تحبي تتدربي ولا انت ايه هتروحي؟ هلا تتدربي النهارده